الو، معاك يا دكتور، معاك. معاك يا دكتور. طيب احنا نتكلم عن لونشنج جيردر. احنا عندنا نوعين من اللونشنج مينلي، يعني يا اما اوفر ذا ديك يا اما اندر ذا ديك، يا اما فوق الديك يا اما تحت الديك. يعني ايه لونشنج؟ وبعدين نرجع للصفحه دي. لونشنج معناه ان انا ما بقفش على الارض، وان انا بيبقى عندي تراس، موستلي تراس، يعني عباره عن ستيل جيردر، والستيل جيردر دي هي اللي بتتحرك عكس الديك بوش سيستم. كنا الديك بوش سيستم اتفقنا المره اللي فاتت ان انا بنفذ الديك ذات نفسه وبزقه من ناحيه للتانيه، ده كان في الانكريمنتال لونشنج او الديك بوش سيستم. انما هنا في اللونشنج سيستم، لونشنج سيستم ده يا اما اللونشنج تحت الديك زي اللي قدامنا ده، وباجي انفذ الديك فوقيه، فبصب من الخمس للخمس اللي بعديه وبعدين ازق اللونشنج. طبعا اللونشنج جيردر طولها بيبقى تقريبا بيجي بحيث يغطي تو دبل سبيننج، يعني زي ما هي جايه هنا كده او اكتر من دبل سبيننج. بمعنى ان انا عندي هنا هي سبورتد على العمود الاولاني والعمود الثاني، وفي كابولي الناحيه دي وكابولي الناحيه دي، تمام؟ اقدر اعمل ايه؟ اقدر انقلها واحركها واخليها هي بتتحرك ازاي؟ بتتحرك على ريل. الريل ده هي غالبا بتبقى متعلقه من تحت كده لفوق. يعني ايه متعلقه؟ يعني اللونشنج دي بيبقى فيه هنا ريل، يعني سكه حديد، السكه دي هي اللي بتزق عليها الايه؟ اللي بتزق عليها اللونشنج جيردر دي. فبتتزق على الريل لحد ما توصل هنا، تبدا متعلقه الجزء اللي اوريدي اتصب. انا صبيت وهي في الوضع ده الخمس ده للخمس ده، يعني صبيت وان سبان من الخمس للخمس، وبعد كده بزقها. هي بيبقى الريل ده متنفذ اوريدي ومتثبت في الجزء اللي انا صبيته، وبعدين ابتدي ازقها. هي متعلقه من فوق، تيجي هنا تركب على العمود ده وتيجي تركب على العمود ده، يبقى كانها في النهايه هي سبورتد على هنا، ليه سبورت وهنا على العمود وهنا على العمود، يبقى دبل سبيننج ويز سمول كانتيليفر. الكارير اللي هنا ده او الكارج اللي هنا ده عشان ينقل ماتيريال، عشان استعمله في الصب اللي عندي هنا. ممكن ارفع الماتيريال تبقى جايه من تحت، وممكن الماتيريال ذات نفسها. ايه هي الماتيريال؟ اللي هو حديد التسليح والخرسانه ذات نفسها، ممكن يبقوا جايين لي من هنا من قدام، وممكن يبقوا جايين لي من ورا. لو من قدام بحتاج الكارج ده اللي بيبقى راكب على او الكارير ده تليفت الماتيريال من تحت. ده الكروس سيكشن بتاعنا الموجود، ده الديك اللي عندي اهو، ده الكونكريت ديك اللي موجود فوق، ده جسم الكوبري ذات نفسه اللي هو البوكس سيكشن اللي فوق، ودول ده التراس بتاعي 1 2 3، دول 3 اليمنتس بتوع التراس ذات نفسه. ببقى عامل هنا كوابيل اللي هي هو عاملها هنا تشانل وتشانل بيلت اب سيكشن، بتبقى متثبته في العمود، ودي اللي انا بحط عليها الشده بتاعتي او اللونشنج جيردر بتاعتي اللي هي بيتعمل لها لونشنج. لونشنج يعني حركه، لونشنج جيردر اللي هي لونشنج سبورتنج جيردر، ودي بيبقى فيها كمر مع بالعرض. الكمر ده بحطه انا هنا كده بالعرض، وبثبت فوقيه الشده بتاعتي اللي هو السترينجر والجويست والشيسنج اللي موجود عندي اللي بيشكل القطاع الخارجي ده. وطبعا عشان اعمل القطاع الداخلي بحط شده دانيه داخليه عشان الايه؟ البلاطه العلويه، عشان اعمل اللوبات بتاعتي. لكن اللي شايل كل الدنيا عندي، كل الدنيا متشاله على التراس اللي عندي ده اللي هو التراس اللي انا بسميه لونشنج جيردر اندر ذا ديك. السيستم ده بيستخدم في الكاست ان سيتيو، اندر ذا ديك بيستخدم في الكاست ان سيتيو. يعني ايه كاست ان سيتيو؟ يعني انا بصب في الموقع وعندي العمود ده مثلا طوله 30 متر ولا 40 متر، والسبان دي مثلا لحد 40 متر ولا حاجه، وانا مش قادر احط شده عاديه تحت هنا عندي لنتيجه الارتفاع الكبير. لو حطيت شده ابقى انا راجل بهزر، يبقى ما ينفعش عندي احط شده. عشان كده علقنا الشده وعملنا اللونشنج جيردر اللي موجود اللي انا بحط عليها الشدات بتاعتي. يبقى انا اللونشنج جيردر دي بحط عليها الفورم ورك اللي عندي، واللي هو كل الجزء اللي بيشكل قطاع البوكس سيكشن سواء من الخارج او من الداخل.
طيب دول دي مرحله دي اسمها ستيج 1 ودي اسمها ستيج 2. طبعا طول ما انا ماشي كوبري كونتينوس بنفذ لحد ما يقابلني اكسبانشن جوينت ابتدي برضك. يعني ايه اكسبانشن جوينت؟ يعني فاصل. الفاصل ده بنعمله عشان خاطر الاكسبانشن في الديك يبقى فيه دبل سبورتنج. يعني ايه دبل سبورتنج؟ يعني فيه اثنين ركيزه ينتهي القطاع اكمل برضك من عندي. يبقى هيبقى فاصل الصب مش في الخمس. لو قابلني فاصل بيبقى فاصل الصب دايما عند عمود. طيب ايه المطلوب مني انا هنا؟ المطلوب مني ان انا افهم كل واحد البيهيفير بتاعه ايه. يعني ايه البيهيفير؟ يعني شايل انترنال فورس شكلها عامل ازاي. مين؟ حاجتين. الديك ذات نفسه لازم اتاكد اثناء الكونستراكشن ان انا عندي ترانسفير ستيج. فلو الكوبري ده بري ستريس لازم اشيك على البري ستريسنج او اشيك على القطاع بتاعي ان هو سيف اثناء الكونستراكشن. وفي نفس الوقت لازم احسب الانترنال فورس اللي في الشده او اللي في اللونش جيردر اللي هو التراس اللي عندي. لازم احسبه واشوف الاجهادات اللي فيه هيشيل ولا لا. اوكي. فعندي وظيفتين. وظيفه ان انا اعرف، خليني اقول لك كده باختصار، شكل المومنت اللي موجود عندي واعمل تشيك ستريسز في الديك ذات نفسه او في البريدج ذات نفسه. ده دور. الدور الثاني ان انا احسب يعني ايه الانترنال فورس او البيندنج مومنت بتاعي بيكون شكله عامل ازاي في الاكويبمنت اللي انا بستعمله. الاكويبمنت هنا اللي هو اللونشنج جير. هو ده اللي انا عامله هنا نفس الستيج. انا مش عارف اذا كنت شايف ولا لا. هل انتوا شايفين؟ انا بكلم نفسي. هل بس هي الشاشه لونها بس غامق يعني سلايد ازرق يعني. كده كويس؟ تمام. مش عارف اذا كان هينفع في كله ولا لا، بس خلينا واحده واحده. ده ستيج 1 وهنا دي ستيج المفروض يعني ستيج 2. يعني في ستيج 1 انا عندي، هرجع تاني، البين مومنت هنا عامل كده ونازل كده. ده في الديك ذات نفسه اللي هو انا رسمه هنا اهو، اللي في الديك ذات نفسه. هنا الاكويبمنت اللي هو مين؟ اللي هو اللونش جيردر. شايله مين؟ شايله من الخمس للخمس. فانا حطيت الوزن بتاعي زائد اي لايف لود موجود عندي 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير، حطيتهم معايا هنا. ده التراس المفروض طبعا انا مش مكمله كرسم، لكن هو التراس ده موجود برضه. كانتليفر من ناحيه دي وكانتليفر من ناحيه دي. وهنا كده عنده البتاع اللي بيشيل. مين اللي بيشيل؟ اللي هو الكارج. الكارج ده اللي بيرفع وزن بي، بيتنقل هنا الاكشن مقداره بي وزائد بي واحد اللي هو التنشن الموجود عندي. ده الكارج اللي موجود عندي في نهايه الايه الممبر عندي. فبينقل لي فورسز هنا بي زائد بي واحد، وهنا بي واحد عكسي، يعني مجموع الاثنين ده هنا بي. يعني كانه بينقل فورس ومومنت عندي. خلاص كانه بينقل مومنت اللي هو ام اللي هو بي في ايه اللي هي المسافه دي ايه، والبي واحد عباره عن ام على المسافه ايه واحد اللي هو بي واحد ام على بي واحد. يبقى انا كده جبت الرياكشنات دي احطها، فدي الاحمال اللي موجوده عندي. يبقى انا عرفت دلوقتي الاحمال اللي على اللونشنج جير. هتجيب لي مومنت عامل كده، ده المومنت بتاعي. وهنا ده كواليتاتيف. يعني ايه كواليتاتيف؟ يعني برزنتيشن. كواليتاتيف برزنتيشن للبيند مومنت، مش هو يعني مش مرسوم بارقام، ولكن ده شكله. الشكل البيند مومنت بيبقى حاجه بهذا الشكل، وعلى اساس البيننج مومنت اللي عندي ده والشير اللي بيطلع بصمم الممبرز اللي موجوده عندي هنا دي او بعمل تشيك ستريسز. انت مطلوب منك انك تعرف اشكال
اثناء تطور الستيجز شكل المومنت بيبقى عامل ازاي سواء في الديك او في الايكويبمنت، سواء في الديك او في الايكويبمنت. حد بيسجل محاضره؟ اقدر حاجه او بتسجل؟ اوكي. الستيج اللي بعدها برضك نفس الحكايه، البين مومنت الجزء ده انا كنت واقف هنا صبيته فكمل بقى بحاجه بهذا الشكل، فده شكله اللي هو الديك اللي حصل له هاردنينج، ده الجزء بتاعي، فده شكل البين مومنت، وده نوت يت هاردند لكن هو اتصب، فبينزل وزنه هنا. مين اللي شايله؟ اللي شايله الاكويبمنت اللي عندي. ده شكل المومنت اللي موجود عندي في الاكويبمنت ستيج 2. هل في اسئله؟ في حد من الناس عنده اي استفسارات؟ لا تمام يا دكتور. اوكي، يبقى ده ستيج 1 وستيج 2. هل الدنيا بتتوقف عند ستيج 1 وستيج 2؟ لا طبعا، بتستمر تباعا، بيبقى في ستيج 3 وهكذا. لكن احنا اللي عايزين نقوله هنا في السلايد دي اللي انا عايز اقوله ان انا هنقل لحاجه ثانيه، وهو ايه؟ لونش جيردر اوفر ذا ديك. يعني هنا كان تحت الديك وكان الديك كاستن سيتي، المفروض قبل ده كده يكون في عنوان لونشنج سيستم، اهو مكتوب العنوان، وذ جيردر اوفر ذا ديك. يعني الجيردر التراس دي مش تحت الديك، لا فوق الديك. طيب في هذه الحاله الديك بيتنفذ على انه كاست ان سيتيو ولا بريكاست؟ بريكاست. انا كنت عرضت لك المحاضره اللي فاتت الاليمنتس، لو انا عندي كمرة على بعضها ممكن اللونشنج جيردر اللي موجوده فوق دي تجيب الكمر وتسقطه وتركبه. طب لو الاسبان لحد 40 متر 50 متر ينفع اللونشنج جيردر اركب الكمرة؟ زي ما احنا قلنا اكبر اسبان كان حد بيسال البريكاست قلت له 40 45 متر، اكتر من كده بيبقى صعب. لو عدت الاسبان ل 50 متر بنبتدي نعمل، ممكن نعمل بريكاست سيجمنتال اللي انا قلت لك، بنخرط الديك في الاليفيشن، نقسمه سيجمنتس في الاليفيشن كل واحده طولها مثلا 3 متر ولا حاجه. فده اللي موجود عندنا هنا في السلايد اللي قدامي دي. بتقول لي ايه؟ ان انا بركب الديك عباره عن سيجمنتس جنب الثانيه وبعمل بري ستريسنج. طبعا لو هي طالعه كابولي زي كده، هنا هي طالعه كده ودبل كانتيليفر، يبقى لازم البيننج مومنت فوق، يبقى لازم احط بري ستريسنج دايما فوق. يبقى طول ما انا ماشي بنزل دي واعمل لها بري ستريسنج، تشتغل مع الخطا اللي قبلها وهكذا. فده بيعمل كانتيليفرنج، والكانتيليفر ميثود دي هنتكلم عليها برضك النهارده في المحاضره، طريقه من طرق تنفيذ الديك باستخدام الكانتيليفر. ممكن الكانتيليفر يبقى من لونشنج جيردر، وممكن الكانتليفر يبقى من كاريج، هنتكلم عليه كمان شويه. The launching girder is supported on the bridge beam، يعني هنا متثبت يا اما على البريدج بير زي الحاله اللي قدامنا هنا، او متثبت على الديك ذات نفسها. Winches are mounted on the launching truss girder are used to lift the bridge segments. يعني هنا في عندي winch، الwinch ده بيتحرك على اللونشنج girder. مهم قوي كلمه winch دي، هنا كلمه winch اهو، خلاص بيعمل ليفتنج من تحت. الدليفري فين؟ يبقى بتيجي عربيه عليها السيجمنت دي، بينزل الكيبل عندي تحت بيعمل ليفتنج للسيجمنت بتاعتي ويركبها من تحت. او السيجمنت دي اللي واضح هنا ان السيجمنت جايه من هنا، فالونش ده بيتحرك يروح، بتقف العربيه فوق الجزء اللي اتنفذ وياخد السيجمنت ويمشي وينزلها يسقطها. يعني يبقى الدليفري من هنا، يبقى الدليفري ممكن يكون من تحت. مهم قوي لو في يعني طرق موجوده اوريدي تحت، لو انا في حته فيها وادي كبير جدا والوادي ده ما فيهوش طرق من تحت والاكسسبيلتي موجوده من فوق، بنفذ من اتجاه وبعمل الدليفري من هنا، يعني الدليفري للسيجمنتس بيبقى من فوق، وده اللي مقصود متهيألي في الاكزامبل اللي قدامي.
خلاص بيقول لك segments are to be fixed into the completed part. يعني بتركب هنا pre-stressing cable are to be stressed. الكابلات هي بتتشال. اوكي. المرحلة اللي بعدها المرحلة اللي بعدها أنا بزقها ركبت هنا عند نهاية الكابولي وركبت أهم حاجة يبقى عندي تو سبورتس أقل حاجة. هو دايما اللونش الجردة دي ليها 3 سبورتس دايما 3 سبورتس زي اللي موجودة قدامي هنا. هنا في سبورت هنا وسبورت هنا وده ممكن أرفع ده فتبقى شغالة هنا على الإسبان دي وسكانتليفر كبير جدا. علشان كده عمل له هو الكيبل ستاينج هنا عمل جزء كده بحيث انه يقلل الديفليكشن اللي عنده فده كانه سبورت كانه انا بسميه يعني فليكسبل سبورت بان انا ده متعرض لتنشن فده معلق الدك بتاعي وبعدين عامل ديفيجن هنا فوق سمول ماست الديفيجن ده بيعمل هنا تنشن لفوق بيعمل ابليفتنج للجزء اللي عندي ده فالجزء ده مش موجود في كل اللونشنج جيردر ولكن في حالتي لو الكابولي كبير قبل ما انزل دي. طيب ايه اللي موجود عندي هنا ده؟ اللي موجود عندي هنا دي السيجمنتس اللي انا هركبها اللي موجوده عندي. لو انا جاي بعمل البير اللي عندي ده ممكن انفذه البير اللي عندي ده بحيث ان انا الاجزاء بتاعته ممكن تيجي توصل من هنا او الحديد بتاعه واركب البير واقف عليه. هنا كان عامل له كابولي وواقف عليه عقبال ما يقدر الونش اللي هنا ده عباره عن ونش خلاص ودي سيجمنت اوف فير. هنا كان حاجه غريبه شويه. الو في مشكله ولا ايه؟ لا دكتور تمام تمام. ال 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 هنا كان سيجمنت البير ده بيركب عن طريق سيجمنتس فالبير ده يعني كان بينشا عن طريق انك بتجيب له سيجمنت وبتركبه من فوق فدي كانت حاجه سبيشال جدا يعني. اللونجنج جيردر السيستم بتاعها وان سبورت وان سبورت وهنا ممكن تبقى سبورت او ده يبقى كابولي وتبقى البتاع ده بيترفع البتاع ده ممكن يترفع بجاكات يبقى افقي كده ويبقى ده كانه كابولي او ينزل تحت يقف عليه فيبقى سبورت زي الحاله اللي قدامي دي. هو هنا كده عباره عن متعلق كابولي وهنا واقف على عملت هنا تمبري سبورت هنا بحيث واقف عليه وده الرجل اللي هنا دي عقبال ما ينفذ الايه الجزء بتاعه بيجيب السيجمنتس وبيكمل السيجمنتس بتاعته بيمشي في هذا الاتجاه بالبروجريسيف بليسمنت يحط الاليمنتس بتاعته بعد لحد ما تركب على الديك اللي عنده. مش عارف حاسس ان احنا لازم نغمقها شويه. عموما دي ستيجز اللي هيبينوا هنا ايه نفس الستيجز اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه ان انا ده في الديك اللي موجود عندي خلاص او اللونشنج هنا اللي موجود في اللونشنج وده اللي موجود في الديك. فالديك اللي عندي هنا عباره عن دبل كانتليفر بنحط اللود اللي موجود عباره عن وزن السيجمنتس بتاعتي وده البيننج مومنت لو في فرق في الاطوال بيديني نيجاتيف مومنت يعني مختلف وده بيتحول لمومنت. المفروض الخط ده يطلع كده ده جنرال لو عليه هوريزونتال لود يطلع كده ما عليهوش هوريزونتال لود المفروض يبقى راسي. ده شكل المومنت الكواليتيف في الديك وده شكل المومنت اللي عندي في الكابولي اللي موجود عندي الكبير ده في اللونشنج جيردر بتاعتي ده الجزء
اللي انا الاون ويت بتاعي مين لي الاون ويت هنا، وبعدين في الاخر في وزن انا برفعه او وزن الونش اللي موجود ويت اوف وان سيجمنت على حسب دي موبل بقى بتتحرك على حسب مكانها فين. في الستيج اللي بعدها اما ركبت بقت على ثلاثه سبورت اللي هي اللونش جيردر، بقى وزن اللونش جيردر زائد وزن الونش اللي انا حاطه هنا ده دايما دبليو بي البير وزن البير سيجمنت اللي موجود عنه. وده البيننج مومنت اللي في الديك ذات نفسه لانه عباره عن كابولي، فبيبقى طبعا في الاسبان اللي بعدها بوزيتيف، وهنا بيبقى ايه نيجاتيف مومنت، ده الاوزان اللي موجوده عندي. ده في البيننج مومنت في الستيج اللي انا بسميها ستيج دي. ده الهوريزونتال لود اللي موجود عندي في ستيج 3 برضك بيقول لي نفس الحكايه. الديك عندي يا اما الديك فيه نيجاتيف مومنت ده شيء معروف، وده لو هو عنده دبل سبورتنج البن او عندي كابولي. فعندي القصه بتاعتي هنا اللي كانت شكلها عامل كده، انا في الاخر كان شايل حاجه هنا، وطبعا العمود هنا ده كان لسه العمود عليه يا اما هوريزونتال لود من اللي احنا بنقول عليه 5% من الفيرتيكال لود، يا اما نيجاتيف يا اما بوزيتيف زائد الويند لود اللي موجود عليه. ده كده كلمه الويند لود، وده الفيرتيكال لود اللي موجود عندي. نتيجه الويند يا اما بوزيتيف نيجاتيف زائد الهوريزونتال كومبوننت اللي موجود عندي بيجيب لي مومنت على العمود بالشكل ده. فده المومنت اللي على العمود ذات نفسه، وده المومنت اللي على الديك ذات نفسه، وده بين المومنت الموجود. ده اللودز طبعا دايما بنحط اللودز وبنكتب اللودز دي جايه منين، يا اما جايه زي ما بقول لك الاون ويت بتاع الكاميرا، يا اما الاديشنال ويت، يا اما وزن السيجمنت ذات نفسه. ده اكزامبل تاني ده اكزامبل تاني في الاكزامبل ده الاكزامبل ده كان عباره عن ايه؟ هو الاكزامبل اللي انا وريته لك من يومين، وهو ايه؟ ان انا عندي الكاميرا بتيجي من فوق من عندي من هنا، الكاميرا كلها على بعضها وبعدين بتنزل تتسقط، فده شكل البن مومنت اللي موجود في الاكويبمنت، وما بتتعلق من ورا وقدام، بيبقى شكل البن مومنت في الكاميرا ذات نفسها سيمبل، انما هنا في الاكويبمنت اللي موجوده عندي بتبقى كونتينوس. دخلت على السيستم ده اترفعت الايه؟ السبورت اللي ورا هنا ده كان راسي، اترفع السبورت اللي موجود عندي ورا وبقى افقي، ودخلت الكاميرا بتاعتي، بقى السيستم بتاعي هنا وان سبان ويز دبل كانتيليفر، بقى البيننج مومنت اللي فيه لونشنج جيردر شكله عامل كده، وده الليفتنج جيردر موجوده على عربيه، العربيه داخله بضهرها، برفعها من هنا بونش بونش، نازل هنا كيبلز وكيبلز وتخش تنزل اعمل لها بليسمنت عندي هنا. ده الخطوه اللي بعدها بليسمنت اوف ذا بريكاست سلاب. ده هنا
هو نفس اللي انا كنت بقوله. في ستيج 1 هي موجوده اوريدي البيننج مومنت اللي في اللونشنج جيردر، بيبقى شكلها دبل سبانينج، وهنا رمي على الديك، تبقى الديك شايل وزنه، وزن الديك زائد اللايف لود اللي موجود عليه، فده شكل المومنت اللي موجود عندي في الايكويبمنت في الديك اللي موجود عندي. الايكويبمنت انا كنت رسمه هنا نفس الحكايه. ده برضك الستيج اللي بعديه، بقى عندي هنا ده الايكويبمنت اللي عليه وزنه زائد الوزن اللي هو الكاميرا ما بيشيلها، ودي الجزء اللي اتصب اوريدي من الديك اللي موجود عندي، وطبعا ده العمود اللي عليه الويند لود وعليه هوريزونتال كومبوننت 5%، وده البيندنج مومنت اللي موجود في الديك اللي موجود عندي. ستيج 3 هي نفس القصه برضك زي ما انا كنت بقول. في ستيج 3 بيبقى عندي وزن الديك اللي موجود عندي، يعني الكاميرا لما جت هنا متعلقه عندي في اللونشنج جيردر، بيبقى ده الوزن ده بيتعلق اوريدي في الايكويبمنت اللي موجود عندي اللونشنج جيردر هنا، وده شكل البيننج مومنت اللي موجود في الديك عندي. ده اكزامبل من الـ من الـ من الـ من البراكتس، البراكتيكال اكزامبل. البراكتيكال اكزامبل ده بيقول لي دي ستيجز مختلفه لموضوع الكوبري اللي انا كنت بكلمك عليه اللي هو اللونشنج جيردر اندر ذا ديك. هنا السبورت، هنا في سبورت A وهنا سبورت B. هنا ده متعلق ورا، وده هنا سبورتد على بالبيرنج على كوابيل خارجه من العمود. دي الكوابيل اللي خارجه من العمود، ده السبورت اللي ورا، بيبقى عباره عن تمبري سبورت بيتحرك عليه اللونشنج جيردر اللي هي موجود منها نص الناحيه دي ونص الناحيه دي، وده البوكس، ده قطع البوكس بتاعي. فده عند السبورت A اللي هو يا دوبك متشال على الكوابيل اللي عندي هنا دي، الكوابيل دي تبقى متثبته اوريدي اثناء صب العمود، ببقى مطلع من هنا انكر. الانكر ده برجع اثبت فيه البراكت اللي موجود عندي هنا، بيبقى فيه دبل براكت، والدبل براكت دي بتركب عليهم اللونشنج جيردر. ده من ورا السبورت بي بتبقى متعلقه في كاميرا، الكاميرا دي فيري ريجيد، يبقى في هانجر هنا وهانجر هنا، دي الكاميرا اللي موجوده هنا وهي اوريدي متسجله يعني سبورتد هنا على ريل. الريل ده يمكن مش واضح قوي في الرسمه هنا، معلش ارجع لكم، ممكن الجزء ده لو كبرته مش عارف بقى هيبقى واضح ولا لا، ولكن الجزء ده كده فيه ريل. الريل ده راكب في البوكس سيكشن اوريدي، وفي عندي دراع ده عباره عن هانجر، والدراع ده راكب على كروس فريم، والكروس فريم ده هو اللي بيركب هنا، بيبقى فيه كان دي واجن كانها عربيه يعني، والعربيه دي راكبه اوريدي فوق يعني فوق الريل هنا وهنا، والعربيه دي هي اللي بتتحرك في الاتجاه الطولي، فبيبقى سبورتد على الديك اوريدي اللي اتنفذ. يعني دي الكاميرا اللي هي التراس بتاعي اللي شايل اوريدي الشده اللي شايله ده، لكن ده عند السبورت ورا. في عندي هنا عند في الكروس سيكشن ده هنا الدرايفنج بيتم من ابر ايه في الدرايفنج كار، دي عباره عن عربيه، العربيه دي هي اللي بتمشي بتاخد معاها السبورت ده، واللي هو بياخد معاه الشده بتاعته ويمشي للامام. مش عارف الكلام واضح ولا صعب، يمكن في صعوبه شويه، لكن هي بتتحرك بالامام هنا متعلقه هانجنج هنا، وده وضع بعد ما اتحركت شويه. طول ما هي اتحرك انا صبيت من الخمس ده للخمس ده اوريدي، بعد ما الخرسانه حصل لها هاردنينج
ابتديت اعمل بوشنج والدرايفنج كار دي ابتدت تتحرك. حررت طبعا السبورت اللي موجود عندي هنا. السبورت ده انا ممكن انقله عندي، شايف انت المعلمه هنا، ان انا السبورت ده اللي انا اخدته اخد البتاع دي وهي ماشيه تاخد البراكت معاها، وهي ماشيه تاخد البراكت معاها لحد ما تيجي تقدر تركبه هنا. بس هي سبورتد فين؟ سبورتد برضك هنا لحد ما تيجي تركب هنا، وبعدين ياخد يعني اول ما توصل هنا ويبقى في هنا شبه سبورت بيعلقها هنا مؤقت، وبعدين يشيل كل البراكت اللي عنده هنا ويركبها هنا. يعني ده عباره عن سبورت متنقل، وهنا في انكر اوريدي طالعه من ايه؟ من العمود ده. فاقدر اشيل كل القصه دي وانقلها واحركها معايا واجي اركبها برضك في الجزء اللي عندي هنا، بدل ما اعمل عند كل ايه؟ عند كل واحد واحد. طبعا ده يعني لو السيستم معقد، لو السيستم مش معقد بضطر ان انا اعمل براكت في كل واحد ورايح كمان. ده هنا برضك بيبين لك حركه اللونشنج جيردر بالسيستم اللي انا كنت ده اكزامبل. اعتقد الاكزامبل ده يعني لا يمثل فكره اللونشنج جيردر اندر ذا ديك، لان انا واقف على اوريدي على تمبري سبورتس كتير. فده ممكن يحقق السيستم الثاني اللي انا كنت شرحته لك اللي هو كاست، اللي هو شبه كاست ان سيتيو في حاله وجود رولينج. يعني ده التراس جيردر اندر ذا ديك هنا بيصب زي ما انا قلت لك بالظبط. دي اللونشنج جيردر بتتحرك للامام، وفي هنا زي نوز، النوز دي بتخليه يركب بسرعه تساعده من قدام. بيصب هنا باكيه، ممكن يصب زي ما انا قلت لك باكيه وقمص، وبعد ما يصبها يتنقل وهكذا. ده هنا برضك اكزامبل تاني، الشكل العمود بيسمح ان الكاميرا ذات نفسها بين تعدي ما بين العمود. دي الكاميرا التراس جيردر اللي بتعدي ما بين العمود بتاعه. ده اكزامبل اوفر ذا ديك للسيجمنت بقى، للسيجمنت الكونستراكشن، وده للسيجمنت البند الكونستراكشن اللي هو البريكاست سيجمنت الكونستراكشن. هنخش دلوقتي على الطريقه الثانيه والاخيره، يعني الطريقه رقم خمسه اللي هي البريدج كونستراكشن يوزنج الكانتليفر ميثود. الكانتليفر ميثود بتاعتنا نتكلم عليها في التفصيل، تستخدم امتى وحالتها ايه وهكذا. اللونش جيردر انا هرجع بس واقول تاني ان اللونش جيردر دي بتستخدم في سبانات ماكسيمم لحد خلينا نقول 60 70 متر زي الديك بوش سيستم. يعني في حاجات سبانات 60 70 متر ومش قادر اقف تحت وعندي ارتفاعات كبيره، يا اما استخدم الديك بوش سيستم يا اما استخدم اللونش. اللونش كونستراكشن بتستخدم موستلي اوفر ذا ديك. يعني النهارده موضوع الاندر ذا ديك ده بقى محدود شويه، ولو ان احنا بنحاول نحييه دلوقتي في مصر بان احنا نجيب لونش جيردر، بس السيستم ده في مصر مش لونشنج اندر ذا ديك ما يعرفوش المصريين. المصريين يعرفوا الشده اللي تحت واقفه ثابته ما بتتنقلش ما بتتحركش، ده اندر ذا ديك ما يعرفوش السيستم ده. المصريين برضك ما يعرفوش اللونشنج عموما، اللونشنج مستخدم في مصر قليل جدا، ولا الديك بوش سيستم، يعني سيستمز مستخدمه بصوره قليله، لكن الليمت بتاعها زي ما قلت لك 60 او 70 متر. القطاع بتاع الكوبري لو هو قطاع بوك سيكشن بيبقى الموضوع اللونشنج اندر ذا ديك او اوفر ذا ديك على حسب هل عندي بري كاست او كاست ان سيتيو. البري كاست بنعمله سيجمنت كونستراكشن، وطبعا سيجمنت كونستراكشن برضك في مصر مش مستخدم بصوره كبيره، عشان برضك الواحد يقول الحقيقه. يمكن في كوبري واحد اللي استخدم في مصر في سيجمنت كونستراكشن حتى الان، وفي كوبري واحد اتعمل بالديك بوست سيستم اللي هو كوبري الزمالك اللي ماشي في قلب الزمالك، ده اتنفذ في الثمانينات اعتقد، ثمانينات القرن الماضي يعني، اتنفذ بالديك بوست سيستم. يعني السيستم الكانتليفر ده بيستخدم في مصر في صوره يعني كبيره. ممكن بعمل ومعظم الاحيان بالكانتليفر كارج، معظم كباري النيل اتنفذت بالكانتليفر كارج اللي هي الكلاسيك كانتليفر. ممكن اعمل كانتليفرنج فروم لونشنج زي ما وريتك من شويه،
او استخدم الفري كانتليفرنج في الكيبل ستاي. هل الشاشه واضحه ولا مش واضحه ولا ايه؟ واضحه دكتور. تمام واضحه. طيب اوكي، يبقى انا عندي ثلاث انواع من الكانتليفر ميثود، يا اما من كارج فروم كارج اللي هو الكارج واي، او باللونشنج سيستم يبقى عندي لونشنج جيردر جايه من فوق، وده لو هو سيجمنتال بريكاست، يعني الحاله الثانيه دي لو هو سيجمنتال بريكاست، او الفري كانتليفر لو هو كيبل ستي بريدج بيستخدم برضك اللونشنج بيستخدم الكانتليفر ميثود. الفكره في الكانتليفر مبنيه على ان الوصله بين الديك وبين العمود هي وصله ريجيد، يبقى الوصله دي هي وصله ريجيد بين العمود وبين الكامر. ليه ريجيد؟ علشان خاطر ما بنقول ايه، عشان خاطر ان ده متعلق كانه كابولي، فلازم تبقى الوصله ريجيد، شيء طبيعي يعني، عشان هنا اقدر اشيل النيجاتيف مومنت اللي موجود عليه. طب انا بنفذ الكلام ده ازاي؟ بنفذه من كارج. الكارج ده عباره عن عربيه، العربيه دي شكلها زي الباريلوجرام كده، يعني هنا راسي في مثلثين، مثلث كده ومثلث معكوس كده، هو الشكل ده، وبعلق منه وايرات، الوايرات دي بتشيل شده، والشده دي بقدر انفذ بيها السيجمنت دي. كل سيجمنت من دول بتبقى في حدود من 4.5 متر ل 5 متر، 5 متر ونص ماكسيمم. بنفذ الدك بتاعي دايما الكانتيليفر ده طوله لازم يكون زي الطول ده علشان ما يتنقليش مومنت هنا كبير، فدايما بنمشي في حاجه اسمها بالانسد كانتيليفر. بالانسد كانتيليفر بتقول ان انا بعمل سيجمنت الناحيه دي وبعدين اعمل سيجمنت الناحيه دي، فبحتاج عربيه هنا وعربيه هنا. طيب العربيه دي وزنها بيبقى في حدود 100 طن يمين و100 طن شمال، فطبعا وزنها كبير جدا مع الكابول الكبير، فلازم اثناء الحركه الليفر ارم لازم برضك تتابع الحركه يمين تبقى قد الحركه شمال، يعني ما يبقاش فيه فروق كبيره ما بين الحركتين، فلازم العربيتين يتحركوا لو واحده سابقه الثانيه ما تبقاش بكتير. فبرضك اثناء سواء اثناء ان انا وانا بنفذ السيجمنت الواحده، اثناء الحركه في عندي وضعين، وضع للكارج اثناء الموفمنت انها بيحصل لها ترافلنج من نقطه للثانيه، دايما الخمسه متر بيحصل لها ترافل 5 متر 5 متر، فانا بمشي يمين وشمال في الترافلر بتاعي اللي بيمشي، وده بيمشي برضك على ريل اوريدي، والريل ده بيتنفذ على الجزء الاولاني. اول جزء عندي هنا اسمه ستامب، الستامب ده عباره عن الزيرو اليمنت اللي فوق العمود، الستامب ده بيتنفذ على شده عادي خالص، وبعد كده ببتدي اطلع اركب الكارج ده. الكارج ده بيبقى طوله بالدراع بتاعه بالقصه دي ممكن يعمل بورا 7 8 متر وهنا 7 8 متر، فلازم الاستامب يبقى طوله عرضه ياخد الاثنين دول مع بعض بحيث ان انا اقدر اركب. دايما بيبقى في واحد سابق الثاني، فانا بقول للناس ما يبقاش سابق باكتر من نص سيجمنت، يعني لو السيجمنت 5 متر مثلا قول 2 متر ونص، ممكن اشتغل دول 2 متر ونص واركب الكارج الناحيه دي وازقه وبعدين ارجع اركب الثاني، فممكن الاستامب عرضها يبقى مثلا في حدود بالكثير او 12 متر ولا حاجه، الاستامب الاولانيه او 10 متر ممكن تكفي اركب ناحيه واطلع بتابولي 2 متر ونص تديني 15 اقدر اركب الناحيه الثانيه الكارج اللي موجود الناحيه الثانيه. السيستم ده بيستخدم في لما يكون الاسبان كبير، لما يكون المنطقه تحت النوت افيلبل، بيستخدم فوق مجاري ميه، لو في عندي وادي برضك بارتفاعات كبيره ومش هقدر طبعا احط شدات عندي، والاسبانات بتاعتي بتعدي ال 70 متر، يبقى استخدم الكانتليفر كارتش. طول ما الاسبانات اقل من 70 ممكن استخدم الديك بوست سيستم، او استخدم اللي انا قلت لك عليه اللونشنج جيردر. يبقى اللونشنج جيردر بتستخدم لحد اطول 60 70 متر اسبانات، واكبر من كده بروح بعد 80 متر، من اول 80 متر وانا طالع ممكن لحد الكانتليفر كارتش نفذت حاجات منه باطوال كبيره. احنا بنعمل دلوقتي كوبري خزان اسوان، الاسبان بتاعته 180 متر بيستخدم فيها الكانتليفر كارتج ده. الاسوان لو دام اللي هو الاسبان بتاعه 180 متر برضه. الكوبري اللي هو بتاع يوليوس هيريرا بتاع تنزانيا
اللي بيتعمل عند ساد تنزانيا، بنعمل برضك سبان 120 متر بيستخدم فيه كانتيفا كابتش. دي امثله حيه للحاجات اللي احنا شغالين فيها للكانتيفا كارتش اللي هي اكبر من 80 متر. طب دكتور معلش سريم بس عاش اتفضل وحضرتك. طب لا طب هو هنا طيب البير اللي في النص او العمود اللي في النص بيشيل اكيد يعني باكيه واحده، نص من ناحيه ونص من ناحيه، فلو ابتديت اعمل كانتليفر لحد ما اوصل للعمود الثاني عادي، ولا بيبقى برضه في الناحيه الثانيه برضه في العمود الثاني نفس السيستم؟ لا، هو السيستم لازم بيبقى 3 سبان، والسبان الكبيره الوسطانيه بيبقى سبانها مثلا ال 150، السايد سبانز لازم بتبقى على ما تبقاش اكبر من نص المين سبان، فهو يا دوبك بيوصل للسبورت اللي على الشمال واليمين. يعني هو 3 سبان كونستراكشن، بعمل من العمودين اللي في النص الكانتيليفرنج ممكن اوصل بره للسبورت قبل ما اقفل في النص. لو السايد سبان اقل من ال على يعني 50% من ال المين سبان، اف وي هاف ذا مين سبان 50% يعني طولها 180 متر، التو سايد سبانز مثلا طولهم 90 متر، يبقى انا هوصل لل 90 متر، ممكن اوصل لل 90 متر، او لو هي 85 متر مثلا اوصل ل 85 متر قبل ما اقفل الايه تو سايد سبان. طب يا دكتور حضرتك الجزء ده طب هتسال عنه ازاي يعني، او ازاي انا اتسال عنه يعني؟ هتعرف احنا لسه ما بنقولش بسم الله الرحمن الرحيم، افهم بس الاول. تمام افهم، حاول تفهم بس اللي بقوله وبعدين نشوف. يبقى انا وانا ماشي بالكانتليفر بالبيننج مومنت، يبقى اللي انا عندي الكارج ده اللي عندي دي موجوده عندي كده. طبعا تفاصيل الكارج دي صعب ان انا اخش في تفاصيل الكارج دي، قصه مش قليله، لكن عشان بس يعني ايه اختصارا، هي بيبقى ارتفاعها فوق الدك. انا بقول للناس مثلا في حدود 6 متر ولا 7 متر، بتبقى في عندي هنا من تحت هنا في عندي تحت الشده هنا في ممر الناس بتمشي عليه العمال، وفي بره من هنا ممر تاني، يعني في كذا دور، ده بنسميه الدور التحتاني وده الفوقاني، في كذا دور. البتاع دي عباره عن 3 أو 4 أدوار، في دور عند اللور سلاب، وفي دور عند التوب سلاب، وفي دور علوي هنا لنفس خدمه اللونش جيردرز الكارج واي نفسها اللي موجوده هنا. فدي تفاصيلها برضك مش بسيطه، لكن طبعا الوقت ما بيتسعش ان احنا نتكلم في كل شيء، لكن تفاصيل الكارج دي مش قليله. بعلق الشده بتاعتي، بصب البلاطه السفليه، وبعدين بصب الوبات. البوكس بتاعي ده البوكس، دي البلاطه السفليه، وبعدين بصب الوبات، وبعدين بحط الشده الداخليه بتاعتي واصب الايه التوب سلاب. الدوره بتاعت الصب، وبعدين بعمل بري ستريسنج، وبعدين يعني هو انا عندي مراحل. الحاله الاولى ان انا بنزل الشده، وبعدين اصب البلاطه السفليه، وبعدين اصب الوبات، وبعدين احط الجناب يعني الداخليه، واصب الوبات، وبعدين احط الشده بتاعت البلاطه العلويه، واصب البلاطه العلويه. كل ده بقى اما باجي اصبه ما بصبوش بلاطه سفليه وعلويه ووبات، لا انا بحط الشده كلها مره واحده في الحاله دي، واصب القطاع كله مره واحده، اصب البلاطه السفليه والوبات بعدها والبلاطه العلويه، كله بيبقى المنت واحد، فبركب حديدي كله على بعضه. طبعا لما باجي اصب بصب البلاطه السفليه والوبات بس كله ورا بعضه، يعني الحديد كله بيبقى راكب، حديد السيجمنت كله بيبقى راكب، بيبقى طالع منه حديد واصله للايه للباكيه اللي بعدها، فبيبقى طالع دايما حديد كده طوله 2 متر 3 متر وات ايفر، طالع من الايه من المخ في الوش الامامي. تمام، ده اللي بيحقق الوصله مع اللي بعدها. طيب هل انا بسيب الشده قبل ما اعمل بري ستريسنج؟ لا، بعمل بري ستريسنج من فوق، بعمل بري ستريسنج بحيث ان انا اربط دي مع اختها اللي الناحيه الثانيه اللي اتصفت، بحيث ان ما يبقاش فيه كراكنج عندي. يبقى انا بعمل بري ستريسنج. الخطوات، خطوه شده،
خطوه صب، خطوه بري ستريسنج، وبعد كده حقن، وبعد كده بعد الحقن بعمل حقن لان انا بستخدم البوست تنشن تكنولوجي، وبعد ما اعمل حقن بحرك العربيات للامام، بستنى يوم واحرك العربيات للامام. كل القصه دي دوره بنقول عليها 6 ايام، يعني الدوره بتاعت السيجمنت الواحده بتاخد 6 ايام شامل الهاردنينج بتاع الخرسانه. فانا لازم اصب واستنى يومين واعمل بري ستريسنج. طبعا ما اقدرش اعمل بري ستريسنج لما الخرسانه توصل لل يعني للسترينث المطلوبه، فده طبعا ايه بيحتاج منك انك تعدي مده معينه وتشد عند ستريس معين للخرسانه، فده جزء مهم جدا في الموضوع. ايه الوقت اللي انا اشد فيه الكابلات بتاعتي، وايه اللي الاجهادات عندي توصل لانهي ستريسز، والستريسز اثناء موضوع البري ستريسنج دي جزء مهم جدا في الكتيبه الكابلات. اوكي تمام. زي ما انا بقول كده وانا بعمل كانتليبرنج ببقى عندي ليفت ورايت كانتليبر، وبيبقى راكب عندي هنا الونش. زي ما بقول لك الكارج ده بيبقى وزنه حدود 100 طن، فطبعا الطول ده يفضل الاثنين يتحركوا مع بعض علشان يديني مومنت، يبقى ده فرق دايما الدلتا ام دي اقل ما يمكن عشان ما يتنقلش العمود مومنت كبير. طبعا المومنت ده المفروض ان هو نازل كونستنت، هو مرسوم هنا كده على اساس لو في ويند لود او كده، فانا رسمه جنرال، لكن هو لو فرق المومنت ده موجود شكل المومنت هنا لازم يبقى راسي، يعني اللي مرسوم قدامك ده حاله جنرال. طيب البي ليفتنج اللي عندي هنا ده الوزن اللي انا برفعه اللي هو ال 80 طن ولا حاجه ولا ال 100 طن وات ايفر، ده بيجيب لي هنا في عندي زي ما انا قلت لك في عندي هنا ليفر ارم، فبضرب ده في الليفر ارم يجيب لي مومنت، يجيب لي هنا تنشن، لازم بصمم ده على انه شايل التنشن اللي عندي هنا. لحظه واحده. تبدو معلش خلاص اوكي. يبقى احنا دلوقتي عندنا، طيب انا لو عندي المومنت ده الويند لود يمين غير شمال، او الليبر ارم شمال غير يمين، فده بيولد مومنت الناحيه دي عرضي، مومنت عرضي المومنت ده نتيجه الويند لود ده بلان، يعني ده مسقط افقي عندي. المسقط الافقي ده لو الطول يمين غير شمال والويند لود يمين غير شمال هيجي لي دلتا ام. دلتا ام ده هينقل لي المومنت ده يتنقل تورشن على مين؟ على العمود ده. فده اللي انا بقول عليه اهو، يبقى ده عليه هنا تورشن مومنت زائد الهوريزونتال كومبوننت اللي موجود عندي. فانا عندي تورشن مومنت دايجرام كونستنت ينزل ثابت، زائد الشير فورس دايجرام نتيجه الويند او نتيجه زي ما احنا بنقول اهو، والهوريزونتال كومبوننت اللي موجوده عندي فوق، وده شكل المومنت اللي موجود عندي على العمود. تمام، ده لو مفيش مومنت فوق، لو في مومنت فوق بيتضاف على المومنت ده. لو في عندي تمبري سبورت، التمبري سبورت ده بيشتغل كانه سبورت كده، ولو انا عندي هوريزونتال لود كده بياخدوا الكيبل ده، لو عندي الويند لود عكسي بياخدوا الكيبل ده. احنا بنقسم ده على كوساين الزاويه دي اللي هو الهوريزونتال رياكشن، ده يديني التنشن فورس اللي في الكابل، اقسم على الاولبل ستريسز اقدر احسب قطاع الكابل اللي انا محتاجه هنا. الاف الاوبل اللي هنا لو انا في الالتيميت ليميت بيبقى بقول للناس 0.6 اف ييلد اللي هو 1860 في 0.6، اقسم التنشن ده عليه يجيب لي الحديد كم ستراند انا محتاجه في ان انا اعمل سبورتنج للعمود ده نتيجه الهوريزونتال كومبوننت. التورشن ده لازم بيتصمم العمود على ان هو محسوب عليه التورشن والشير اللي موجودين عندي. الويند لود في الاتجاه الطولي نفس الحكايه،
برضك بيجيب لي مومنت تحت بضيفه على المومنت اللي ناتج من القصه بتاعتي. لو البير زي ما انا كنت لسه بقول لك دلوقتي بير وستمبري سبورت، ده اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي، بيحسب الرياكشن ومن الرياكشن يقسمه على كوساين الزاويه دي، يقدر يجيب التنشن فورس يقسمه على اف يلد ديزاين اللي هي اف يلد كاركترستك على 1/12، يجيب الحديد اللي موجود عندي. الكلاسيك كانتليفر ميثود، الفري كانتليفر ميثود يعني، او كلاسيك كانتليفر باختصارها، ما فيش فري، تبقى اسمها كلاسيك كانتليفر ميثود. اللودز اللي موجوده عندي وزن السيجمنت، الويند لود، وزن اللونشنج بيم لو عندي وزن لونشنج بيم لو بعمل من لونشنج، والويت بتاع الكارج لو في كارج. لو انا بعمل لودز اون ذا كانتليفر ديك، هي الاوزان بتاعتي اللي موجوده بتاعت الشد ذات نفسها زائد الاوزان بتاعت لو في لونشنج او لو في كارج الموجود عندي. ده يعني تجسيد اكزامبل اللي انا كنت بقوله، ان انا طالع من هنا بلونش جيردر، واللونش جيردر دي بتجيب السيجمنتس بتاعتي بتجيبها من هنا، فيبقى بيعلق وده شغال كانتليفر ميثود. فده كومبينيشن لللونشنج. واحد يقول لي دي لونش جيردر ولا كانتليفر يا دكتور؟ هما الاثنين عباره عن لونش جيردر، واللونش جيردر دي فيها وينش، والوينش ده بيجي يركب الايه السيجمنتس اللي عندي هنا. يبقى انا ما عنديش كارج، انا هنا ما عنديش كارج، عندي على طول سيجمنت، والسيجمنتس دي يا اما كاستم بليس يا اما كاستم سيتيو ايا كان، ما عنديش كارج، بعلق من الونش بتاعي يا اما شايل الشده وبصب كاستم سيتيو، يا اما ليفتنج سيجمنت زي المفترض المثال اللي قدامي ده عباره عن سيجمنتال كونستراكشن، يبقى ده سيجمنتال مع الكانتليفر ايه؟ مع الكلاسيك كانتليفر، بس الكانتليفرنج هنا من اللونشنج دي ستيج 1 ودي ستيج 2 بعد ما قفل. فبعد ما قفل الديك بقى هنا ايه دبل سبانينج ويز كانتليفر، هنا كان كل واحد شغال، هنا هو ده اللي انا قايله، هنا هو ده اللي بيطلب منك دايما، بيطلب منك ايه شكل البيندنج مومنتس والانترنال فورسز في الاكويبمنت او في الديك. ده اللي انا عمال اقوله، ده اللي انا بشرحه، ايه الطريقه وايه اسس الطريقه بستخدمها امتى. بجيب لك كوبري، والكوبري ده بقول لك قول لي طريقه التنفيذ بتاعته وارسم لي اثنين ثلاثه ستيجز، وفي كل ستيج تجي ترسم شكل المومنت اللي موجود في الديك وموجود في الاكويبمنت. هو الكلام اللي موجود قدامنا، هو ده اللي احنا بنقوله، يعني مفيش جديد، هو ده اللي بيطلب، هو اللي احنا قايلينه بالظبط، مفيش اي حاجه جديده. اللي هنا في ستيج 1 ده المومنت اللي عندي اللي موجوده في الديك، وده البيندنج مومنت اللي موجود في اللونشنج جيرد، ده الاكزامبل اللي كان موجود قدامي. ده في اللونش جيردر بعد ما كان دبل سبانينج ويز كانتليفر بقى شكله عامل كده. ده الديك اول ما قفل كان هنا زيرو، اول قبل ما يقفل على طول كان هنا زيرو مومنت وكله نيجاتيف، ومع الوقت بيبتدي يتكون بوزيتيف مومنت نتيجه الكريب والشرينكج وتتابع الوقت، فبيبتدي زي ما بنقول يتكون عندك اللي هو الكونتينيوتي افكت. اوكي، دي المرحله ستيج 3 وده المومنت اللي مرسوم فيها. الافضل دايما ان انا بقول للناس تبقى راسم شكل الستيج نفسها، وتحت على طول ترسم شكل المومنت اللي في الاكويبمنت اللي فوق، هو ده، وده هنا شكل المومنت اللي في الديك بتاعنا الجزء اللي عندي هنا، وده دبل كانتليفر طبعا، فده هيبقى زي ما بنقول شكل الكانتليفر من الناحيه دي ومن الناحيه دي، والفرق المومنت هو الاثنين اللي بعد. دي نقطه كده يعني ايه سبيشال قوي، مش مهم قوي الجزء ده. لو هو عايز يقفل هنا استخدم هنا اديشنال بيم علشان يقفل ده، علشان يقدر بعد كده ينفذ بالكانتليفر كارج. دي حاجه سبيشال اديشنال هيلبنج بيم، اللي هي البيم اللي عندي هنا دي، استخدمنا كاميرا عشان نقفل ده،
عقبال ما الديك بتاعي بدل ما يشتغل دبل كانتليفر الاول فيبقى وان سبان ويز كانتليفر وهكذا. وده الاستاتيكال سيستم بتاعها. ده اكزامبل للكانتليفر كارج، شكل الكارج اهو ده اللي انا بقولك عليه. طول الكارج بس دي تقريبا 5 متر وورا هنا كمان 5 متر. طول الكارج ال 10 12 متر اللي انا قلت لك عليهم بتحتاج كل واحد 12 متر. بيبقى هنا كده راكب عندي الريل اللي بيتحرك هو عليها طول ما هو ماشي، بياخد الريل ده وينفذ الانكر ويرجع يركبه الريل ده بعد ما العربيه دي تتحرك. قبل ما العربيه تتحرك يركب في مكان الانكر جديده ريل جديد اضافي يحرك عليه العربيه. دي هنا نفس الكوبري الماين بريدج ده، دي كانت الاسبان بتاعته اللي موجوده عندنا هنا في حدود 150 متر ولا 180 متر حاجه كده. وكان ده شكل الفي، وده كان اديشنال سبورت علشان وهو بينفذ الكانتليفر دي كان هنا في ديفورميشن اكبر او مومنت اكتر عشان يقلل الديفورميشن. دي الخطوات بتاعته، الاول نفذ القاعده وبعدين نفذ الفي وبعدين قفل فوق عنده هنا وبعدين نفذ التمبري سبورت اللي موجود عنده هنا وبعدين يبتدي 1 2 3 4 وهكذا وابتدي يعمل كانتليفرنج يمين وشمال. دي الارقام بتاعه السيجمنت ذات نفسها. ده اكزامبل تاني يبين برضك نفس الدنيا. ده السبورت بتاعي ده بيبقى متثبت هنا في انكر بتسبب تنشن على الخرسانه، وهنا ده بيبقى سبورتد كومبريشن وده بيبقى معلق هنا. دي الشده بتاعته ودي الممرات اللي انا قلت لك عليها، الدور الاول الدور الثاني والدور الثالث. دي الثلاث ادوار بتوعنا اللي العمال بيتحركوا من خلالهم، لان انا طبعا عندي حدادين ونجارين وبرادين بيحتاجوا ان هم يتحركوا عندي، فدول الثلاث ادوار اللي انا كنت بكلمك عنها. طبعا بيبقى في برضك ورا فوق عندي هنا وهكذا. ده هنا لونشنج يمين وشمال وهكذا. الشده بتاعتي دي هو المنطقه دي لو انت شايف العربيات واقفه المنطقه دي، يعني هي الصوره دي انا يعني لذيذه جدا، قصتها لذيذه يعني تحس ان العربيات واقفه على الارض، بس المنطقه دي اساسا كانت متلجه فالعربيات تقدر تمشي عليها يعني. يعني ايه حاجه فريده يعني من نوعها، والمفروض دي ميه يعني. ده برضك ابلكيشن الكانتليفر ميثود، ده ابلكيشن مشهور جدا ان انا بركبه بستعمله في الارش بريدجز. يعني حتى الكانتليفر دي بيستخدم في الارش وبيستخدم في الكيبل ستين. طب ازاي يا دكتور؟ اوريك انا كده. الارش بتاعي ده اهو وهو بيتنفذ سيجمنت العربيه دي. دي العربيه بتاعتي تنفذ سيجمنت واحد وبعدين تتعلق هنا، تنفذ سيجمنت اثنين وبعدين تتعلق وهكذا. وهي سبورتد هنا في ده عباره عن العمود بتاعي اللي اوريدي شايل الديك، وده هنا كده عباره عن تمبرري. ايه تمبرري؟ ماست. تمبرري ماست ده بركب فيه الكيبلز بتاعتي، كل ما اعمل سيجمنت بركب سيجمنت، بركب الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه، طول ما انا ماشي بركب السيجمنتس اللي موجوده عندي. وده عباره عن تمبري سبورت، كل الحاجات دي سواء الكيبلز دي او الباك انكر كيبلز دول من اول هنا كده لحد فوق، كل ده تمبري كونستراكشن. طبعا ما بعملوش قاعده منفصله، لا انا بسميهم بحطه في قاعده مين؟ في قاعده اوريدي العمدان اللي اوريدي موجوده بعد كده. دي خطوه رقم واحد بعد ما نفذت القرش وقفل معايا هنا، بعمل ايه؟ بزق بقى الايه؟ الديك بتاعي وبنفذه بطريقه الايه؟ الديك بوش سيستم. فهنا انا عندي الديك ده عباره عن كومبوزيت كونستراكشن، فكان ستيل كمر بيتزق، عملنا الكوبري كله الناحيه دي وزقيناه كله بعد ما خلصنا القرش بتاعنا وزقيناه لحد ما وديناه يركب ايه؟ على ده كده راكب على ده الجزء الاولاني قبل القرش، وده الجزء الاخراني بعد القرش زيه كده بالظبط. فزقينا طيب ايه اللي موجود عندي هنا ده يا دكتور؟ انا اثناء زق ده الاعمده الصغيره والبوستات دي ما بتستحملش هوريزونتال لود، فعشان كده عملت لها اديشنال ستيفننج اليمنتس هنا
علشان وانا بزق كده الهوريزونتال كومبوننت اللي هنا ما تكسرليش، دول يسبب لهم بيندنج هنا وانا بزق. فده كان محسوب واتعمل هنا سبورت ستيفنينج اليمنتس، الستيفنينج اليمنتس دي علشان وانا بزق الديك اللي موجود عندي يوصل. ده الوضع بتاعي، ده هنا التمري سبورت اللي موجود، وده العمود اللي كان موجود عندي اللي انا كنت شادد منه مين، اللي انا كنت شادد منه الديك بتاعي اللي انا كنت بدفز منه الارش بتاعي. لو انت واخد بالك هنا في كده سبورت، والسبورت عباره عن كيبلز، يعني الكيبلز دي ماشيه كده وبعدين ماشيه هنا، في واحد موجود هنا زي بالظبط اللي كان مرسوم، وبعدين هنا وهكذا ماشي عندي فوق، وهنا نفس الحكايه الكيبلز دي معمول لها انكرنج هنا علشان وانا بزق التيك بوش سيستم اللي موجود عندي فوق، ودي اللي اسمها نوز اللي انا اتفقت معاكم، دي اسمها النوز. ده بيكمل كده ويروح لحد الناحيه الثانيه. يبقى انا نفذت الارش بتاعي باستخدام الكانتيليفر ميثود، وبعد كده نفذت البوستات اللي فوق الارش، وبعد كده نفذت الديك بره، الديك الستيل ديك بتاعي اللي موجود ده، هو الديك او الكونكريت ديك ايا كان الوضع، زقيته نفذته من هنا، وبقيت اعمل له ايه؟ ازق وازق الناحيه الثانيه. بيبقى عندي هنا زي ما احنا اتفقنا جاك، والجاك ده هو اللي بيزق الديك يوديه فوق الايه؟ فوق السبورتات الرئيسيه اللي موجوده بالديك بوست سيستم. يبقى انا نفذت الارش بتاعي، ونفذت بالكانتليفر ميثود، ونفذت الديك بتاعي بطريقه الديك بوست سيستم. ليه؟ لان المسافات دي كلها بين السبورتات دي هي في حدود 50 متر زي ما انا بقول لك، وهنا ما حطينا البوستات بقت المسافات بتاعتك دي اللي هي 25 متر ولا حاجه، فبقى عندي امكانيه ان انا اقدر ازق الديك بتاعي. الكيبل سبورت بريدجز او الكيبل ستيت بتتنفذ بنفس الطريقه، بنفس الكانتيليفر ميثود برضك بتستخدم فيها، ان انا اثناء الكونستراكشن بتاعي بتاع الكيبل ستيت. طبعا الفيتشر بتاع الكيبل ستيت ارتفاع التاور ده بيبقى 25%، وانا كاتب هنا من 18 ل 22، ممكن يوصل ل 25% من السبان. يعني لو السبان ده 1000 متر يبقى الارتفاع ده فوق الديك 250 متر. بنفذ الديك ازاي؟ بقى الاول بيبقى عندي معظم الكباري دي بتبقى ستيل، فبنفذ الباكي المسافات بين الكيبلز بتبقى في حدود 10 متر، من 12 متر ل 15 متر، فبقدر انفذها على اساس انها كابولي، وبجيب السيجمنت كلها على بعضها الحديد وارفعها اركبها في كابل، وانا ماشي بعمل بروجريسيف، بركب كابل الاولاني، بركب شمال ويمين برضك بالكانتليفر ميثود، شمال ويمين، وبعدين اخد الباكيه اللي بعدها اركب شمال وعلق الكابل برضك بتاعه. يبقى انا برضك بستخدم الكانتليفر ميثود في الكيبل ستيت، في الكيبل ستيت كونستراكشن. تمام؟ طبعا مش هخش بعمق اكتر من كده، طبعا في يعني ممكن نخش بعمق اكبر من كده، لكن طبعا انا مش عايز ان احنا نتكلم اكتر من كده يعني في الكونستراكشن بتاعنا. ده شكل القطاع بتاعنا بيبقى عباره عن يا اما قطاع مفتوح او قطاع مقفول، يعني دي اشكال القطاعات بتاعتنا، يا اما يبقى فيه لونجيتودينال جيردر ومتعلق منه الديك لو هو كومبوزيت، او يبقى ستيل، يبقى بوك سيكشن او كومبوزيت برضك بنفس الشكل. الكومبوزيت برضك ممكن يكون مقفول او مفتوح القطاع بتاع الديك بتاعي، لكن موصلي بيبقى ستيل، وبتبقى فيه بلاطه خرسانه، البلاطه دي بتبقى بريكاست سلاب وبتتصب ستيتش ما بين البلاطات اللي موجوده عندي. نادرا ما بيبقى فيه كونكريت ديك الا في حالات نادره جدا في تنفيذ الكباري الكيبل ستيل. الكباري السسبنشن بتستخدم في سبانات اكبر من كده شويه، موضوع الكيبل ده نعديه. عدد البلينز اوف كيبلز يا اما بلان واحد يا اما تو بلينز يا اما 3 بلينز يا اما 4 بلينز اوف كيبلز، دي اشكال البايلون الموجوده عندي. ده اكزامبل يبين لي الكونستراكشن بتاعي اللي انا كنت بشرحه لك، ان انا بعمل باكيه واعلق الايه الواير بتاعي، وبعد كده اعلق كل باكيه، يبقى عندي هنا كاريج نفس الكاريج اللي انا بتكلم عليه بيرفع الماتيريال بتاعتي، بس انا برفع سيجمنت على بعضها بتبقى ستيل، عباره عن كامر ستيل او عباره عن بوكس ستيل،
ده على بعضه، وبعدين نحط البلاطات، نركب البلاطات من عندي. بعمل دي مراحل مختلفه للكونستراكشن بتاع الكيبل ستيت. لو في حد عنده اسئله، ده شكل الديريك اللي موجود عندنا، او الكارج هنا اسمه ديريك اللي بيستخدم في الليفتنج، ده غير الكارج اللي بيستخدم في الخرسانه. هو نفس التكنولوجي بس شكله بيبقى مختلف شويه، هنا بيبقى شكله خفيف شويه لان بيرفع اليمنت اوزانها اقل. في حد عنده اي اسئله؟ هو المفروض النهارده اخر محاضره ولا في محاضرات تاني؟ هو مش عارفين يا دكتور، يعني ما فيش حاجه اتقالت لنا. هو الامتحانات هتبقى يوم 19 اول يوم امتحان. طيب هو النهارده 8، النهارده 7، هو الامتحان الاسبوع اللي بعد الجاي. تمام. عموما يعني انا بعتقد ان كده enough بالنسبه لنا. احنا اتكلمنا، كنت عايز اكلمكم على اكتر من حاجه تانية. طبعا اعتقد اللي حصل شورتنج شويه في السنه يعني، او في عدد المحاضرات كان اقل شويه من العادي. في محاضرتين كنت عايز اكلمكم على الخوازيق شويه، وكنت عايز اكلمكم عن الطور. عموما نزلت لكم في محاضره نزلت على ال ام اس، مش كده؟ او لينك انا بعته لكم، محاضره سابقه. اللينك ده على اليوتيوب، حاجه كده كانت محاضره كنت انا عملتها. انتوا لو عندكم اي اسئله، احنا عندنا وقت دلوقتي. لو في اي اسئله. هو دكتور لما يبقى كانتليفر ويبقى سيجمنتس وبيركب سيجمنت ويجمعهم وفي الاخر يتقابلوا في النص، هو اخر قطعه بتركب ازاي اللي هي المفروض هتبقى في النص؟ المفروض هي بناخد واحده منهم، بناخد ناحيه منهم، و يعني بياخد كارج واحد منهم هو اللي بيركبها. يس، ليها طريقه سبيشال شويه يعني، بس هو يعني دي الاجابه السريعه، من ناحيه منهم هي اللي بتركبها. هو تمام، بس الفكره كلها في المسافات، يعني اقصد ان هي يعني هتخش شحط يعني، ولا بتبقى معموله حسابها 5 متر. هو بيبقى حديد طالع من الناحيه دي وحديد طالع من الناحيه دي، وبيبتدي يصب البلاطه السفليه في طريقه تقليديه لصبها. تمام يا دكتور. اوكي. هو كانت معايا بصراحه تفاصيل ليها، بس يعني يمكن صعب ان انا اجيبها دلوقتي للقفله. بتتكلم على القفله اللي هنا. هو بعد ما بيوصل للاخيره دي بنشيل واحد، بس المشكله لما تشيل واحد لازم اكون وصلت هنا لحاجه، لان لما بشيله بيتحرك لفوق. فلو انا يمين وشمال بقى واحد متشال بيعمل ديفليكشن، فانا لازم اظبط الديفليكشن يمين قد شمال، او وات ايفر، لازم يبقوا قصاد بعض يعني. فلازم ما ينفعش ارجعها ورا كتير. فاهمين قصدي ايه؟ فممكن في ناحيه فيهم برجعها ورا شويه، والناحيه الثانيه ببقى عامل حسابي في الديفليكشن انها تبقى اوطى شويه. يعني انها اما
يعني هي بعمل حسابي انها هتبقى اعلى بحيث محرك اللونشنج هي في نفس مستواها، هي هتعلى اللي هرجعها لورا دي هتعلى لفوق الريفليكشن بتاعها هيقل. الثانيه لازم تكون اثناء التنفيذ عامل حسابي في التنفيذ فرق ال 2 3 سنتي دول. موضوع الديفليكشن كنترول دي مهمه جدا، الناحيتين اثناء التنفيذ ده بيتعمل تشيك عليهم اثناء التنفيذ وبتعمل حسابات بالراجع. يعني دايما طب اشد اكتر، انت ممكن تشد بري ستريسنج يعني تغير البري ستريسنج سيكونس علشان خاطر تغير الديفليكشن البروفايل يعني اثناء الكونستراكشن. ففي ديفليكشن كنترول اثناء الكونستراكشن. موضوع مش بسيط ليه؟ لان انا بشتغل من الناحيه دي بالكانتليفر ومن الناحيه دي هنا هوصل ماشي، انا عايز اوصل في الاخر للجيومتري ان انا تبقى راكبه على البيت دي. انما هنا بقى الصعوبه ايه؟ ان في النص ده لازم يبقوا الاثنين قصاد بعض، يعني في حدود، في طبعا تولرنس احنا بنقول حدود 3 سنتي مسموح، يعني في اختلافات مبقاش صفر يعني عمرها ما توصل صفر. وبعدين ما ينفعش بالعافيه ازقها لتحت بالعافيه باي اوزان اضافيه فتنزل لتحت المشيل الاوزان دي، يبقى كانك عملت اديشنال ريستريننج. فاهمين قصدي ايه؟ والله بكلم نفسي. تمام يا دكتور، ايوه مفهوم. هو تمام يعني لو نزلت ناحيه بالعافيه عشان تنزل قصاد الثانيه ده هيبقى كانه ريستريننج مومنت يعني. تمام. والتولرنس المسافه اللي ما بين اللي هي هتخش فيها السيجمنت هيبقى يعتبر كليرنس قد ايه ما بين اخر سيجمنت يمين وشمال؟ هي اخر سيجمنت طولها زي اخواتها 5 متر. لا انا بتكلم المسافه اللي هتنزل فيها، ولا هتنزل يعتبر زي شبه شحط يعني ولا يا ابني؟ لا دي مش سيجمنت بتركب، دي بتتصب. اخر واحده بتتصب. تمام. كلهم بيتصبوا، دول مش سيجمنت بتركب، ده الكانتيليفر كارج كاست ان سيتيو تكنيك. كويس انك سالت السؤال ده. دي شده، دي شده متعلقه هنا، وبصب انا السيجمنت دي كلها على بعضها من اول واحده كاست ان سيتيو تكنيك. الكانتيليفر كارج ملوش علاقه بالسيجمنتال كونستراكشن. السيجمنتال شكله زي ده كده، تحس ان شكله زي ده بيركب جنب بعضه. انا ممكن اركب السيجمنتال كونستراكشن بالكانتليفر كارج بالكانتليفر ميثود، انما الكارج هي حامله للشده. فقصد الكانتليفر كارج كلاسيك كانتليفر مقصود بيه كاست ان سيتيو تكنيك، كاست ان بليس تكنيك. تمام، وضحت كده يا دكتور. تمام. مش سيجمنت بتيجي تركب جنب بعضها، حتى الاخيره. فالاخيره انت يا عيني انت عمال تسال وانا مش فاهم تخش شحط ازاي. لا ده انا بنزل الشده وبصب الحته دي، بيبقى طالع حديد شمال ويمين وبصب الجزء ده. طب والسيجمنتال بقى لو هي كانت ليفر سيجمنتال فهيبقى ازاي اخر برضو سيجمنت لو عملتها؟ اخر واحده بتتصاب. تمام كده. تمام كده زلف. اخر واحده بتتصاب في السيجمنتال، بس ده ملوش علاقه بالكانتليفر كارج. فاهم قصدي ايه؟ هناك بقى القفله بتاعتها بتبقى مش شرط بقى 5 متر، ممكن تبقى صغيره، ممكن تبقى متر ونص. في السيجمنت الكونستراكشن بتبقى صغيره، القفله ممكن تبقى متر، كل ما تصغر يبقى احسن، لان انا بعمل بري ستريسنج بعدها بضغطها. انما هنا لا، هنا بيبقى السيجمنت زي اخواتها 5 متر اللي في النص. كلوزنج، في حاجه اسمها كلوزنج سيجمنت،
في الكانتليفر كارج في الكاستم سيت بتبقى 5 متر زي اخواتها. في السيجمنتال كونستراكشن ممكن تبقى صغيره، يفضل انها تبقى صغيره عشان الكريب والشرينج ما يحصلش. يعني احنا السيجمنتال كونستراكشن ده بنعمله علشان اتخلص من فكره الكريب والشرينج. طيب هو دكتور، هو السؤال هو احنا في السيجمنتال بعد ما بنركب كل سيجمنت بنعمل بري ستريسنج ولا بعد كل سيجمنت بعمل بري ستريسنج؟ صح. بس ده ما تكون الاسبان كبيره، ما تكون شغال بالكانتيليفر كبيسل. انما ساعات بيبقى في سيجمنتال سبان باي سبان، بيبقى في مثلا ايه 40 متر بعلق مثلا عندي 15 سيجمنت كل واحده 72 مثلا ولا حاجه، يوصلوا يعملوا 40 متر باجي اضغطهم ببري ستريسنج مره واحده، برفع ال 15 سيجمنت مره واحده اعمل لهم بري ستريسنج وانزلهم. ده في السبان باي سبان لو كل سبان شغال لوحده، مش في السبانات الكبيره. السيجمنت كونستراكشن ممكن يستخدم لحد يعني في ال 50 متر بكونستنت ديبس، تحس ان شكل الكوبري ما بيتنفذ زي الكباري العاديه زي كاستن سيتيو، واسمه سيجمنتال برضه. مش شكرا يا دكتور، الصوره كده اوضح كتير. طب في اسئله ثانيه؟ طيب عشان مش هنلتقي تاني، يعني هو الامتحان اخر السنه هيبقى ساعتين صح؟ اه بالظبط، مده الامتحانات ساعتين. انتوا خدتوا معاكم الكتاب المره اللي فاتت ولا خدتوا معاكم ايه؟ بالنسبه للميد ترم كنا واخدين مش كتاب، كان سلايدز حضرتك يعني. خدوا المفروض هتاخدوا برضك السلايد معاكم الامتحان اخر السنه. هو السلايدز الامتحان اخر السنه هيبقى اوبن بوك يعني برضو؟ زي كده يعني، بس مش اوبن بوك زي الامتحان. طبعا تمام. احنا ممكن نعمل محاضره لو انتوا عايزين مع اي حد يعني، الاسبوع الجاي تبقى اللي عايز عنده اسئله او عنده اي حاجه ممكن تسأله يعني، أو نخلص على كده. والأسبوع الجاي هيبقى مطلوب منكم ريبورت. هنسلمه على ايه بالظبط يا دكتور؟ والله شوفوا بقى مع مندوب الدفعه زي ما تشوفوا، عايزين تحطوه على ال ام اس حطوه على ال ام اس. طيب في اسئله كمان ولا كده كفايه؟ طب يا دكتور معلش، بالنسبه لامتحان الساعتين يعني هيبقى في مراعاه للوقت برضو ان شاء الله؟ عشان امتحان الكونستراكشن ده بيبقى كبير يعني، حتى الميد ترم بيبقى كبير. لا ما تخافش نظبط احنا الموضوع. دكتور بالنسبه لتسليم الريبورت، احنا لو عملناه درايف احسن ابعته اللينك لحضرتك ولا حضرتك عايز اعمله درايف وابعت اللينك للمهندس احمد عبد الفتاح؟ تمام خلاص تمام. عيد معانا احمد عبد الفتاح عبد ابو المعاصي. تمام يا دكتور. وفي الفاينل احنا اللي هنجيب معانا الاوبن البوك نفسه، مش هيتوزع علينا صح؟ لا خده معاك، ده من الافضل تاخده معاك. تمام شكرا. هو يا دكتور بس لو يبقى في تنسيق، لان ساعات المراقبين او كده ما بيبقوش عارفين المعلومات مش وصلهم، فبيبقى في تاني امتحان ان شاء الله هيبقى بعد 3 ايام من يوم 19. هيبقى يعني يوم 22/7 22/6 23 يا دكتور 23 قريب جدا يعني، لازم نحط الامتحان الاسبوع الجاي. تمام خلاص هنظبط الدنيا ان شاء الله.
مش شكرا يا دكتور يعني. الموضوع كده ان شاء الله باذن الله اي حد ليه اي طلبات او اي حاجه يجي يقول لي على طول. شكرا يا دكتور. تمام يا دكتور شكرا لحضرتك. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح باذن الله. شكرا لحضرتك.